السلام عليكم. اليوم نتكلم على الخط نتاع السكك الحديديه الشمالي، وكذلك خط تاع القطار تاع الضاحيه نتاع مدينه الجزائر باتجاه البوليده، وكذلك باتجاه تيزي وزو. وفيه برنامج لتحديث كل المحطات نتاع الخط هذا، يعني في اقليم ولايه الجزائر، ثم يفتد الى الولايات الاخرى. وهذا برنامج يعني جيد، لأن المحطات قدامت، المحطات نتاع القطار يعني تعود إلى الثمانينات، ومنها بعض المحطات تعود إلى العصور الغابرة، يعني على الفترة الاستعمارية. إذن البرنامج هذا يعني جاء في وقته، لازم تحديث تاع المحطات هذا والتوسيع نتاعها، وكذلك بالنسبة للخطوط نتاع السكك الحديدية. لكن المشكل الان، يعني المشكل المطروح هو بالنسبه للخط نتاع السكك الحديديه الذي الموجود بين الحراش والمحطه المركزيه لا غار سنترال. هذا الخط هذا من المفروض يتنحى ويديروا في بلاصتو خط نتاع تراموي، حيث انه الخط نتاع التراموي نسرح الفضاءات، كل الفضاءات اللي راه حاكمها هذا الخط على القطار، حاكم فضاءات كثيره لا داعيه لتركها في مدينه الجزائر، ممكن تحويلها الى اماكن اخرى على في يعني في اتجاه الدار البيضاء او يعني بيرتوتا او يعني في الضواحي، لكن نفرغوا الفضاء هذا المتواجد في الجزء ما بين الحراش والمحطة المركزية، خاصة وأنه يعني المدينة تاع الجزائر عندها اون فوكاسيون داتر اون فيل ميديترانيان. لازم 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 تكون مصالحة بين المدينة الجزائرية، المدينة تاع الجزائر العاصمة، والعروسة نتاعها اللي هي البحر. لازم تكون مصالحة، يدوا يفار اون ريكونسيلياسيون اونتر لا فيل دالجي إلى المار، لأن الجزائر العاصمة هي مدينة تدير ظهرها للبحر، تدير ظهرها للساحل بسبب هذا الشرخ الذي تشكله الخط نتاع السكك الحديدية بين الحراش والمحطة المركزية. كون كان فيه خط نتاع تراموي، وممكن يعني في المستقبل الخط تاع التراموي هذا يمتد الى عين بنيان، الى يعني باب الواد، ثم عين بنيان، ثم حتى الى زيرالدا، يعني انطلاقا من الحراش ويروح على الساحل، عوض ان يعيدوا صياغه طريق السكك الحديديه او خط السكك الحديديه اللي راهي الاشغال الان نشوفوا فيها نتاع تحديث الخط نتاع السكك الحديديه والمحطات وكذلك والارصفه هذه. للاسف للاسف ما زلنا نخطط بطريقه قديمه. نتصور لو كان فيه في مكان خط السكك الحديديه يكون فيه خط نتاع تراموي، نليبيري لي زيسباس، سوف نسترجع فضاءات كبيره جدا ما بين المدينه تاع الجزائر الواجهه والميناء تاع الجزائر، وكذلك حتى منطقة الصابلات كلها سوف المدينة تنفتح على الساحل، لأنه التراموي يعني يتمزج مع 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 مع, مع السيارة، ويتمزج كذلك مع المشاة، يعني تكون فيه اون اوفرتور دو لا فيل فير لا مير. والله هذه فرصة باه نتكلموا عليها بمناسبة هذه الأشغال تاع تحديث الخط نتاع السكك الحديدية. يا ريت لو كان فيه مشروع نتاع تعويض خط السكك الحديدية بخطوط نتاع تراموي، وتبقى يبقى المحطة المركزية نتاع القطار تكون في الحراش، ثم اللي يجي للحراش ممكن ياخذ تراموي باش يوصل الى باتجاه الجزائر العاصمة، ولا حتى باب الواد، ولا الى عين بنيان، يعني امر جيد جدا. وهذا يمشي مع الخط نتاع المترو اللي يوصل باب الواد، ويعاود المترو يروح باتجاه
شيفالي وشراقة ومنطقة 5 جويلية، يعني المركب 5 جويلية، ورد الطراموي يروح باتجاه باب الواد ثم عين بنيان. هذا هو المشروع المهيكل، المشروع الترفيهي اللي يخلق النوفل سنتراليتي، النوفل سنتراليتي او نيفو دو بور، او نيفو دو فرون دو مير دو لا فيل دالجي. هذا هو المشروع. وكاين فيه مشروع اخر نتاع لي تيراس دالجي، اللي مانيش عارف راهي وين وصل المشروع هذا، يعني ولا راه تنسى ولا مازال يعني لي اونكور داكتواليتي. هذا المشروع نتاع لي تيراس دالجي، اون دوا ليبيري لي زيسباس لي زونبريز نتاع لا سان تي اف نتاع لي شومان دو فا، اون دوا ليبيري سي زيسباس، اون دوا لي روندر ا لا كوميونيتي سيفيل، اون دوا لي روندر ا لا سوسييتي، اون دوا لي روندر او سيتويان، اون دوا orienter nos efforts, nos investissements, notre façon de restructurer la ville d'Alger vers plus d'espace de récréation. هذا هو هذا هو هذا هو الهدف، هذا هو الهدف اللي لازم نمشي عليه، هذا هو لازم نخلق فضاءات لترفيهية، فضاءات نوسع في المدينه نتاع الجزائر العاصمه باتجاه ميناء، وخاصه اذا كان فيه مشروع نتاع ميناء نتاع شرشال سوف يفا ليبيري انكور بلوس، فا انكور دوني بلوس دو سونس ا سيت كونسيبسيون ا سيت اميناجمون اللي راني نتكلم عليه. المهم ان شاء الله المسؤولين هادو يسقموا راسهم، يخموا شويه، يخدموا راسهم شويه، ما يبقاش في لو ريفلكس القديم هذاك تاع اون روتوم نعاودوا نطيحوا كل خطره في نفس التفكير، في نفس كيما نقولوا حنايا يسيرجو في القديم. ما تبقاش تسيرج في القديم يا محمد، يفو اون نوفيل كونسيبسيون، يفو اون نوفيل فيزيون بور لا فيل دالجي. اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.